هذا القرار احنا اتخذناه قبل اشهر، لكن صار لغط في بعض المحافظات انه هناك قسم من اعضاء جبهة مرشحين وكذا، فاردنا ان نؤكد هذا الموضوع ويصبح ببيان رسمي واضح لكل يعني القنوات الإعلامية في أننا اتخذنا قرارنا ولا رجعة فيه، لأننا نعتقد أنه لا فائدة من إجراء الانتخابات في ظل ظرف مثل الظرف الذي نعيشه الآن. الانتخابات لوحدها لا تكفي،